وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر. مساء الخير أستاذة سوسن. يا هلا مرحبا، مساء النور أستاذة سوسن. يعني المتبادر لذهن أي متابع لهذا التقرير، يعني لماذا تنسيق بهذا المستوى بين رئيس وزراء دولة ومع محكوم ومتآمر على نظام حكم في البحرين، وإن تسمى بمعارضة يعني هو تكشفت حقيقته، يعني فهذا التنسيق على هذا المستوى كما تابعتي في التقرير وقراءتك حقيقة لما جاء في التقرير؟ يعني أولا واضح من التقرير أن الاتصال متكرر، يعني إحنا نقول بالشعب الميانة طايحة. نعم. يعني يا شيخ ورد عليه كأنه مو بأول اتصال، واضح أنه مو أول اتصال. إذا أضفنا لاتصالات المستشار الأمير العطية مع أحد أعضاء الوفاق اللي هو حسن سلطان أيضا، فمن الواضح أن التنسيق على أعلى مستوى. نحن نتكلم عن رؤوس الحكم في قطر، على الأمير، على مستشاره، على رئيس وزراء، يعني بشكل تام، ترتيب مسبق للأحداث، الوساطات، يعني يتكلم حمد بن جاسم وكأنه عضو في الوفاق ولا يتكلم كرئيس وزراء دولة ثانية، لا، هو الآن يتكلم عضو في الوفاق. شنو نرتب، شنو نسوي، من نكلم، طيب عطنا فرصة نسوي كذا، نعدل كذا. ما الذي يريد؟ يعني هل كانت هناك محاولات للتهدئة؟ هذا الاتصال المباشر المتواصل من رؤوس الحكم في دولة ما وهي قطر في هذه الحالة مع فلتمان اللي هو نائب وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية، احنا امام مؤامرة كاملة الاركان، جريمة متكاملة الاركان. اضلاعها الإدارة الأمريكية السابقة مع حكومة قطر بشكل واضح وصريح وعلى اعلى مستوى، مع إيران التي مولت ودربت وجهزت وهربت أسلحة للبحرين، والجمعية الإرهابية التي تم حلها. إحنا أمام جريمة متكاملة الأركان. السؤال هني، هل هذه دور قطر؟ دور عضو في مجلس التعاون؟ إحنا طيب أستاذة سوسن، يعني لو تعلل بأن هذا كان هو في إطار وساطة، يعني هل هذا هو أسلوب وساطة؟ من خول؟ من أعطاه؟ وهل هذه أسلوب وساطة؟ من خوله؟ هو من علشان يتصل في، يعني إحنا ما عندنا اتصال مباشر، إحنا موجود هو الريال هني وإحنا عندنا اتصال مباشر معاه، بأي صفة هو يتصل؟ وما في عضو في مجلس التعاون إلا هو؟ الكويت، السعودية، عمان، كلهم موجودين، ليش يتبرع هو لو ما كان ضالع في هذه المؤامرة؟ إحنا لو خلك من قطر، احنا امام مؤامره كانت في البحرين واكتشفنا كل اضلاع الجريمه بكامل اركانها موجوده، عرفناها وتمت محاكمته وفي استشهاد على ادله صوت وصوره، خلك من ذي كله، في ضحايا ماتوا. نعم. يعني هذه المؤامره التي كانت قطر ضالعه فيها تشيل في رقبتها دماء اللي سقطوا ضحايا، الشهداء بأسرهم، بعيالهم، بأيتامهم، بأراملهم، فرقبة حمد بن جاسم من هذا الاتصال، وفرقبة المستشار، وفرقبة الأمير السابق. يعني شو اللي بقى من أركان الجريمة ما تحقق في هاي الاتصال اللي صوت وصورة الآن أثبت أن بالفعل قطر كانت ضالعة في محاولة إسقاط نظام الحكم في البحرين. وهو واضح من خلال الكلام في الاتصال أن هنالك مواربات وعدم كشف يعني تفاصيل واضحة. شوف، يعني هو يبين الاتصال سري يعني. بالضبط. يعني إحنا، يعني هو كان اتصاله يعني حاول يستخدم كلمات أو عطنا فرصة أو أنت تدري بالضغوط، يعني هذا التسجيل يجب أن يعاد عشرات المرات حتى يسمعون أهلنا في قطر، واللي يقولون ان انتم ليش قاطعته وش اللي صار، خلي يعرفون حجم التآمر. والله يعني احنا صبرنا سواء كان قبل هذا الاتصال او ما بعده او اثناءه. يعني اذا هذا الاتصال قبل شكله، يعني كانه قبل دخول درع الجزيره،
أو يمكن بعد ما انتبهت، لكن هذه الاتصال معناته في عز الأزمة، في عز اللي فيه إرهاب وعنف وقتل وتدمير وحرق، الأخ متصل وماخذ راحته وينسق معاه، وخلني أشوف فلتمان شي يقول وبرد عليك. يعني الترتيب للمرحلة القادمة كان في تجهيزات. نعم. أيضا أستاذة سوسن، يعني خلال التطرق إلى مسألة درع الجزيرة في الحديثين، هل قطر هي بمناعة عن مجلس التعاون، أو هل يعني درع الجزيرة هو أداة للعنف كما صور في هذا الاتصال؟ والله يعني الواضح من هذه الاتصال والاتصال السابق أن هما مجبورين على دخول مجلس التعاون ككل. نعم. مجبورين. أول دليل على أنهما مجبورين لما قال هذا مستشار الأمير حق حسن سلطان، والله إحنا ترى يعني تحت ضغوط اضطرينا نرسل اثنين، وهاي الاثنين يعني كانت مهمتهم التجسس على بقية القوات وين متواجدة عشان يخبرونهم. نعم. يعني قالها في الاتصال. وبعدين خالد العطية وزير الدفاع قال أيضا أنه لما راح اليمن في قوات التحالف العربي كان مجبر أيضا للذهاب. يعني في كل الأحوال قطر تشارك أي حلف عسكري أو أي حلف دفاعي عن دول مجلس التعاون مجبرة مرغمة على غير رغبتها وعلى غير هدفها، فما أعرف ليش هي مستمرة. يعني حتى يعني المجبر أستاذة معناته يعني هو عنده أجندة ثانية يطبقها. طبعا يعني هو موجود في مجلس التعاون لهذه الأجندة. يعني لو ما كان هو عضو في مجلس التعاون كان بيدخل البحرين وبيقعد في اجتماعات مجلس القمة وكان بيكون له صوت وقرار. هو وجوده في هالمكان للتخريب على هذا المجلس وليس لنظام الأساسي الذي وضع للتعاون والتنسيق والتكامل والدفاع المشترك. وين اتفاقية الدفاع المشترك؟ وين درع الجزيرة وأهدافه؟ وين مجلس التعاون الآباء المؤسسين اللي حطوا الأب الوالد اللي هو الجد خليفة بن حمد لما يحط مجلس التعاون وحط نظام الأساسي؟ شنو كان مكتوب فيه؟ تعاون وتنسيق وكنا أقرب إلى الاتحاد. لما تي دولة من داخل هذا المجلس وتقول أنا مجبرة أني أدافع عنك، فمعناته أنت مجبر على المجلس ككل. إذا أستاذة سوسن، يعني إحنا أمام مشروع قطري كان متكامل أو ما زال حتى متكامل أركان لقلب نظام الحكم. تأثير ذلك على المنطقة، يعني هي ما أعتقد أن مملكة البحرين هي الوحيدة المستهدفة، يعني لأنها هي جزء من منظومة. أكيد يعني أنت البحرين خاصرت مجلس التعاون. نعم. وكنا أيام الأزمة نقول أن أي حدث أو خلل يصير في البحرين راح ينعكس بالتالي بشكل زلزال، هو تردداته راح تنتشر في المنطقة كلها. مع ذلك كان هناك يعني استخفاف بالنتائج. يعني أنت مستوعب إذا سقطت البحرين شنو ممكن يصير؟ مستوعب إذا المنطقة الشرقية تأثرت من المملكة العربية السعودية وهذا المشروع؟ كاحنا نشوف العواميه ايش لقوا فيها. من وين هذا لين كل من وين ذي كله؟ هذه واحد مشروع كامل. احنا مو اجزاء انت عامل اللي خليه العبدلي اللي صارت في الكويت والعواميه واللي لقوا فيها والبحرين اللي صار عندنا. احنا نتعامل مع فريق متكامل. هل تتفقين معه بان يعني يبدو ان الان حان الوقت لكي يعني ماذا بعد هذه الادله؟ يعني هذه الأدلة يعني بالضبط أنت أمام يعني مؤامرة كاملة لإسقاط نظام حكم. إحنا دولة دستورية يحكمنا الدستور، هناك ميثاق وطني، نسبة الموافق عليه والتصويت عليه 98%. أنت أمام تآمر على شعب كامل وليس على نظام حكم. هذا اللي لازم يعرفونه خاصة إخواننا في قطر، ان الخلاف او حتى اللي يقول لك هني فتنه ولا تقعدون تتحجون وتشيشون بتهاوشون برجعون تصالحون، لا يا عمي انت هذه مؤامرة عليك انت، يا انت اللي قاعده في البيت، انت اللي قاعد في الشارع في المكان في الدكان، تآمر على شعب كامل. سقوط نظام حكم انت يعني تحكم على البحرين بمصير يشبه مصير تونس، مصير دول اخرى تشردت ملايين لاجئين. هذه كان الأهداف اللي اشتغلت عليها قطر هذه. نعم. إن إحنا نتحول إلى ما تحولت إليه ليبيا، فهل هذه تآمر على أو خلاف بين أنظمة حاكمة؟ نعم. هذه نقطة وايد مهمة أيضا أستاذ سوسن، يعني ربما
يعني ما يوجه للشعب القطري يعني بعد هذه سيل هذه الأدلة الدامغة حقيقة. يعني الشعب القطري يجب أن يعي أيضا بأن البحرين عانت الكثير. نعم. يعني ربما وجهت إلى دولة قطر بعض الاتهامات وبعض ربما يعني بحسن النوايا من الشعب القطري وقف يعني واعتبر بأن هذه ضد دولته وكذا، ولكن عليه أيضا أن يعني يرى كيف عانت البحرين على مدى ربما أكثر من 20 سنة. يعني إحنا السؤال يوجه لأهلنا في قطر، يعني تخيل لو إحنا قاعدين نتصل في ناس بالضبط موجودين في قطر سووا هالأعمال التخريبية بالحجم اللي صار عندنا. أنت على فكرة ترى شو اللي خلى هذين الإرهابيين يتمادون؟ شو اللي خلاهم ولي العهد يناديهم للحوار مرة ومرتين وثلاث وأربع وما يجون، غير ما في أحد يوعدهم أنه لا صبروا، لا في أكثر، لا في مزيد؟ لو ما هالتنسيق، يعني أي واحد عنده تآمر على البحرين وشوف دولة خليجية داخل مجلس التعاون معاك، وشوف إيران وياك، وشوف الإدارة أمريكية معاك، لا أنا ما أبي إلا بالأخير الحد الأقصى، أنا ما أبي إلا إسقاط هذا النظام وأن أنا اللي أسيطر. تشجيع اللي صار من هذه الأمور، التمادي اللي صار، يعني الضحايا اللي ماتوا وسقطوا شهداء، أو الآلاف من المصابين، أو الاقتصاد اللي دمر في هالسنوات، الحرائق، يعني خسائرنا كانت بالمليارات، هذه غير طبعا اللي أعز منها الأرواح اللي راحت. نعم. هذه كلها كان يعني غائب عن القيادة القطرية لما تآمرت أبدا، وكانت تشوف أصلا يعني نقل مباشر لهذه الضحايا، كانوا يشوفون قدام عينهم سقوط. نعم. هالموتى هذلين، وكل يوم انفجار، وكل يوم نلاقي لنا احنا اطنان من المتفجرات موجوده ومخزنه، هذه كلها حتى ضمن هالاطار. يعني القياده القطريه كانت تستهدف البحرين وهي ترى بام عينها ترى هذه الضحايا ساقطين، ولا كان موجود شيء ياثر عليها، ولا كان هذه اللي يمك جارك اخوك. احنا اهل، ما في عائلة بحرينية ما لها تبعات في قطر، والعكس، ولها عيال عم والعكس. فهل يرضون أهلنا في قطر أن أحد منهم يتآمر علينا بهالشكل؟ أرجع وأقول هذه ما هو خلاف بين حكم وحكم، أسرة وأسرة، نظام سياسي ونظام سياسي، لا، اللي سمعناه الحين شخص يتآمر علي أنا، على أهلي، على أمي، على عيالي، اللي قاعد يصير ما صار حق نظام حكم، صار حق شعب، صار حق دولة. احنا مملكة دستورية، مثل ما قلت انا في تصويت على ميثاق، بمعنى انت لما اتي تتدخل، ومن خولك اصلا لما اتي تتدخل بهذا الشكل وتقلب مجموعة ارهابية على اسقاط نظام حكم واسقاط دستور وافق عليه المجتمع البحريني، انت امام جريمة دولية. نعم. وليس محلية. يحق لنا احنا كدولة الان ان نستند على هذه الادلة لاثبات أن هذا الحكم في قطر عمل على إسقاط نظام الحكم، على دعم جماعات إرهابية بالدليل. نعم. القاطع. نعم. صوته الآن مسجل. طيب أستاذ سوسن، يعني ماذا ممكن أن نوجه دوليا أيضا؟ يعني هنالك بعض يعني الدعوات أحيانا الدولية، لا أعرف يعني مدى ما وراها من مقاصد، يعني تدعو إلى إنهاء الأزمة أو إلى حل الخلاف، ولكن نحن أمام يعني أدلة يعني مغرقة في التدخل في الشؤون الداخلية، بل ومحاولة للتآمر. يعني هنالك تآمر أكثر من هذا التآمر، يعني تآمر قطر أيضا على حياة خادم الحرمين الشريفين، يعني أكثر من محاولة يعني اغتيال الملك عبد الله. نعم. الله يرحمه، كانت واضحة وصريحة أكثر من التسجيلات بعد اللي سمعناها مع القذافي، واللي يقول فيها أن عقب 2020 ما راح يكون في لا سعودية ولا في نظام حكم في السعودية. أكثر من هالأدلة بعد شيبون يسمعون، هذه كلها مفبركش دعوة، يعني حدث العاقل بما يعقل. إحنا بس نحتاج فقط الآن أن إحنا نتمسك بمطالبنا حفاظا على أمننا واستقرارنا. إحنا ما ينا علنا، إحنا صبرنا 20 سنة، ويعني الشيء اللي ضحكني ساعات لما يجون يقولون لك إنزين ليش طلعتوا الأدلة الحين؟ ليش طلعتوها من قبل؟
قبل لا أجاوب هالنقطة أنا خاف بس أنسى شيء واحد، إن إذا في أشرطة ثانية ترى طلعوها حين، مو كل شوي تعطونا إياه بالقطارة، طلعوا بعد إذا في شيء خلي يطلع حين ويبين، خلي الناس تسمعه. يعني هذا مسجل من 3-4 سنين أو 5 سنين الحين. نعم. لا يتم، خلي يطلع، لأن أنا باكر ما أعرف الظروف وتمنعني من ان انا اطلع، وعندي ادله اللي تخدم قضيتي. يعني احنا قاعدين ندور على الدول نشرح لهم يا جماعه احنا صابرين من طيبنا، صابرين اكراما لهذا الشعب القطري الشقيق، ترى مو هينه، احنا امام مجلس تعاون الان ثابت ومستقر على مدى اكثر من قريب 40 سنة حين، انت قاعد تهده فعلا، بس مو احنا، احنا قاعدين نصبر على بقاء طول هالعشرين سنة. نعم. العكس هو الصحيح، يعني اللي يقول لك الحين أنتوا جايين تهدون مجلس التعاون، أقول له لا يا عمي، أنا صار لي أكثر من 20 سنة مياودة بيدي وريلي وما برأضي أهده وهو قاعد ينخر فيه. نعم. صار لي 20 سنة يتآمر علي، وأنا قاعد أقول إكراما لهذا المجلس، إكراما للمؤسسين، إكراما لشعوبنا الخليجية اللي هي واحد، إكراما لهذه كلها، أنا ما أبي أهده، صبرت ونطرت. نعم. طول هالفترة. نعم. طيب بخصوص التعاون الإيراني القطري الآن، يعني كيف يتم مواجهة ذلك؟ يعني المسألة أصبحت الآن واضحة، يعني إذا الآن كانت أصبحت على المكشوف. نعم. فمن الواضح من هذه المكالمة وإحنا نعرف طبيعة العلاقة بين جماعة المجموعة اللي كانت موجودة وحركت، وعلى فكرة أنا ما أحب أسميهم جماعة راديكالية. نعم. أنا أسميهم على المفتشي كذي على قولاتهم على طول جماعة إرهابية. إرهابية طبعا. راديكالية هذه ممكن يعني اللي يسمعها يقول لك يعني أفكارهم ركدر. لا يا هذا اللي فجروا وهذا اللي اقتلوا. نعم. وهذا اللي ذبحوا. إحنا أمام جماعات، خلينا نحط الأشياء بمسمياتها. نعم. جماعة إرهابية تعاونت حكومة قطر يعني رئيس الوزراء مع جماعة إرهابية راديكالية، هذه أنا يعني ما اشتريها خلاص نشيلها اصلا. بالضبط. نعم. خلنا نكون واضحين. ليش نكون واضحين؟ لان هل اللي واقف لي على الحياه دحين، او اللي يقول لي بساطه، او اللي يقول لي صبروا، او اللي يقول لي لا تسرعون، ايش عقبه بعد عقب ما يسمع هالحكي؟ يعني هل ممكن في مكان للحياد؟ نعم. انا ودي اسال واحد خليجي لابس قطره وعقال وفي دمه العروبه وفي دمه هذه الخليج وهذه شعبه وهذه ديرته وهذه بلده، عقب ما يسمع هالحكي يقول لي حياد وواسطه ودرء الفتنه؟ انا ابي اسمع هذه، ايش رد علي؟ اي واحد يسمع هالحكي هذه خلاص بعد اذا ما يقتنع عقب ما يسمع رئيس وزراء دوله قطر يتكلم مع واحد حرق ودمر وخرب البلد كلها ويقول له اصبر وبننسق وبنرتب واحنا نتعرض لضغوط، بعد أوضح من كذي؟ طيب أستاذة سوسن، يعني الدول العربية أو الدول العربية اللي أصبحت صامتة تجاه الأزمة أو تتعامل معها يعني بلا مبالاة، يعني بعض الدول العربية لا شك اكتوت أيضا بنار التدخلات القطرية والفتن القطرية، يعني بعد هذه الأدلة الدامغة، نحن لا نتحدث عن أدلة يعني مخابراتية ولا أشخاص تسللوا ولا، هذا رئيس وزراء دولة بالصوت. نعم. من كذي أنا أقول لك اللي واقف لي على الحياد هذه. نعم. يعني هذه شنو مايته؟ وين أصرف هذه الحياد في هاللي سمعته هذه؟ يعني ما في حياد عقب ما سمعت اللي سمعته. اللي واقف وعنده أجندة هاي شيء موضوع ثاني، اللي ساكت وعنده أجندة خاصة فيه تخدم. نعم. هذا السكوت هاي موضوع ثاني بعد مصالحه وهو يفكر فيه، لكن أنا أبي أقول حق كل خاصة دول الخليج دول مجلس التعاون وأخص بالذكر إخواننا في الكويت وإخواننا في عمان. نعم. ترى سقوط البحرين ما راح يكون ويوقف عند سقوط البحرين، والتآمر اللي صار على البحرين هو مسبحة ان سقطت واحدة تتالت بعدها. نعم. الكرة كلها، فلهم تبعيد وما حد يخفي بعد تآمر قطر حتى على الكويت، يعني. نعم. حتى في وسائلهم الإعلامية كاحنا نشوفها كانوا يتكلمون ويصرخون لمتى يا قطر، لمتى يا قطر، يا ريت اذا في عندنا حد يحط سعود الورع اللي كان يصارخ ان ترى مسختوها يا اهلنا في قطر، قاعدين تدعمون تخريب في الكويت، قاعدين تدعمون تآمرون علينا. طيب إذا على السعودية يتآمرون، على الكويت يتآمرون، على البحرين يتآمرون، إيش بقى؟ عمان يعني؟
بعد إعمال إذا ما يدرون أن سقوط البحرين ولا الاضطرابات اللي صارت في السعودية راح تتأثر، وكو صلوا لليمن. يعني اليمن ثبت الحين أن حتى دعم الحوثيين بريالات قطرية وبأموال نعم. قطرية موجودة في اليمن. إذن هناك تآمر على العالم العربي كله، تونس يصيحون الويل، ليبيا أخو بعد احنا شفنا الجماعات الإرهابية وشفنا العلم القطري لوين دخل في ليبيا. مصر كذلك، مصر يا جماعة إذا سقطت أنت تتكلم على عمود القومية العربية، على عمود الأمة العربية، إذا سقطت خلاص يعني كلنا راح نروح وراها. هذه كل الاستخفاف والتهاون بهذه كل التداعيات ما تخلينا احنا كدول عربية نحط يدنا في يد بعض ونقول حق الحكومة القطرية بس خلاص كفى، على قولة الإنجليز إنافز إناف. هذه مفروض يكون يعني أي أمن قومي عربي، أي دولة عربية تعرف أن اللي قاعدة تسوي قطر راح يمسها لو هي بعيد، لو هي أميان. طيب هذا أساسا بماذا تستقوي قطر يعني؟ يعني هذا سؤال. قطر تتدخل في جميع الدول العربية، تدخلت في جميع الدول العربية، في كل دولة يعني أثرت مثل ما تفضلتي. بمن تستقوي قطر ولماذا؟ من أول الانقلاب اللي صار وتولى الابن حمد بن خليفة محل أبوه، كان هذه تم بناء على هذا الدور. الجزيرة تأسست بعدها بسنة، المشروع كان جاهز، وهو اللي تبرع وطق السدر وقال أنا بسوي لكم إياه، أنا بمول لكم هذا المشروع. مشروع هو إسقاط الأنظمة العربية بهذه الفوضى الخلاقة، ومن خلال القوة الناعمة اللي هو كان يمولها، كان قنوات فضائية، منظمات حقوقية أو جماعات مسلحة إرهابية يدعمها بالسلاح في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي تونس. هذا السقوط وهذا المشروع الجديد للشرق الأوسط الجديد وإعادة رسم الخارطة من أول جديد، قطر راح تكون هي يعني المطبخ، وهي اللي راح تفرخ القيادات الجديدة عندها. وبالفعل شفنا القيادات اللي تولت السلطة في تونس وفي مصر وطالعة من قطر. فأنت متخيل هالدولة الصغيرة هذه اللي كأنها إسرائيل بتصير بس على كتر هني، هذه هني هي مطبخ وقاعدة وانطلاقة لهذا المشروع الجديد ولهذه الأنظمة كلها اللي راح تدين إن لو نجحة. واللي هني في البحرين كان حين علي سلمان يقدم فروض الطاعة والولاء حق قطر. طيب أستاذ أساساً، يعني الفوضى الخلاقة أو الربيع العربي خلاص تكشفت، يعني أخذ خيره مثل ما يقولون أو انتهى يعني. الآن يعني دور قطر هل أصبحت محصورة؟ طبعاً أنت أنا كتبت من أول ما كشفت أنت مشروعها، أنت لين كشفت بايك داش لك البيت وحطيت عليك الشافة خلاص جمدته، كشفت أنت داش لك المكان. نعم. بيخرب بيبوق بيذبح. نعم. بيسوي اللي بيسوي. من تكشف جريمته أنت وخيوط المؤامرة كلها تكشفها أنت جمدته. إحنا المطالب 13 اللي حطيناها كدول تحالف تحققت، لكن أنا أبي أضمن عدم رجوعها وعدم استمراريتها بأن قطر تستجيب لهذه المطالب 13. نعم. ورد أكرر ولا مطلب واحد راح يأثر على أي مواطن قطري. نعم. ما في قطري راح يتأثر من إغلاق الجزيرة، ما في قطري راح يتأثر من قطع علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية اللي موجودة في المنطقة سواء عندنا أو في ليبيا أو في مصر. الشعب القطري لم يستفد من الجزيرة، ما استفاد ولا الجماعة اللي موجودة عنده واللي قاعدة تحرض راح يعني فايدة القطري في شيء، بالعكس راح يستريح منهم. ولا أي مواطن قطري راح يستفيد من إيران. نعم. يعني حين ردت على أهلنا في قطر أن تركيا وإيران هما أشقائك وهما حضنك وهما دعمك وهما حمايتك وهما، وأنت تارك أهلك وربعك وطوائفك وامتدادك وتاريخك يعني ما ترهم وين شياب قطر حق إيران وتركيا، وهي دولة خليجية منا وفينا. إحنا اللي نطالبه ترى كلش بسيط، كلش سهل يتحقق في يوم لو أرادت قطر أنها تتخلى عن المشروع. نعم. من بداية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمطالبها، يعني قطر أبدت التعنت، هي متعنتة وما زالت تتعنت وراكب رأسها مثل ما يقولون. نعم. طيب إلى متى يعني هذا وين بيقود قطر يعني وين راح يقودها؟ والله شوف
قطر تتصور او الحكومه، احنا خلينا يعني دائما نحصر نبعد عن هو الشعب قطر القطري، النظام يعني النظام يعتقد ان المشروع ما زال حي ما انتهى. والولايات المتحده الامريكيه مع الاسف تمد له الحبل كل شوي بتصريحات مثل تصريحات تيلرسون وزير الخارجيه، وهو يامل ان من نهايه هذه الاداره ترامب كلها يقول لك باصبر سنتين ثلاث انا عندي فلوس بصرف على روحي هالفتره هذه، وبيروح ترامب بترجع الاداره السابقه بيرجع المشروع من اول جديد، وبيرجع نجم يسطع كممول وكشير وكمبارس لهذا المشروع مره ثانيه. فانا يعني هي تنتظر، ليش هي تتعنت؟ لان تقول لك سنه سنتين ما عندي مشكله باصبر، انا كنت مؤمل اني اكون انا قائده للعالم العربي كله، الحين بترجعني الدولة الصغيرة اللي عضو بس في مجلس التعاون واللي يعني كافية خيرها شرها واللي قاعدة بس تلتفت حق شعبها وحق التنمية وحق النهوض بقطر؟ لا لا لا، أنا كان عندي دور كبير صرفت عليه مليارات، 64 مليار بس للحين. هذه ثروة عظيمة راحت وانهدرت. كل هذه أنا سويتها تبين أتخلى عنه في يوم وليلة؟ لا، هو عند الأمل أن هذه راح يحيا. وهل يفيدها أن هي تتعاون مع إيران الآن؟ هل إيران هو السند؟ لأن هي تعتقد، لأن طبعا هذه أضلع المشروع إيران وحتى تركيا معاهم. بعد إحنا يمكن هناك بعض الحياد مع تركيا لأن تركيا إلى الآن ما أسفرت، لكن مجرد وقوفها مع قطر في هذا في هذه الأزمة بين لنا لها ضلع ولها دور. عاد حين احنا يعني بنواصل معاها ولا هي بتوازن بعلاقتها معانا هاي موضوع ثاني، انما الـ الانياب اللي تكشفت لنا ايران وقطر واضحه. فلتمان لما في الشريط يقول في التسجيل يقول ان انا بكلم الجماعه وبشوف، وفلتمان يانا وفلتمان راح. فلتمان كان يعني دخل ايام قبل درع الجزيره وراح الدوار وشاف توزيع الخيم في الدوار شنو قال، وهذه موثق وقايلها، ان التوزيع نفسه توزيع خيام حزب الله يوم وقفوا في السوليدير. ايش معناته؟ يعني فلتمان يدري علاقه حزب الله في جمعيه الوفاق وان التنسيق هو السيناريو واحد. انت امام يعني شركاء كل راسم دوره يعني بحذافيره بوضوح، قطر دورها التمويل والتنسيق، وشوف يدخل للبحرين ويتصل فيهم بعد مو من ديرته. ويانا يعني عندنا قاعد ماكل شارب ويانا، والله يعلم لين اجتمع وياهم في مجلس التعاون او للقيادات اجتمعت شي يقول، ومن ورانا اللي طلع شوف شي يسوي. نعم. طيب استاذة سوسن، يعني احنا عرفنا الان يعني التوجهات القطرية، وربما اي متتبع يمكن يستشرف أو يتوقع شنو الخطوة اللي راح تقوم فيها قطر. يعني بعد هذا الاتصال المكشوف والواضح، ماذا لو أعادت قطر محاولة الاتصال بالفلول المنهزمة؟ لا لا لا، الحين مثل ما قلت لك يعني الحين احنا خلاص الجريمة وانكشفت أضلعها وشركائها ومعالمها ومسرح الجريمة احنا عايناه وخلصنا. ان احتمالنا قطر تعود لإجراء الاتصالات السابقة معهم وبغيت ممارسة الضغوط، يعني اول شيء بيقولون هذه مفبرك، وحتى هاي يعني خلي يدورون لهم شيء ثاني، حجة ثانية، لانه يعني مو معقول. يعني تعرف لما تكرر الشيء واللي يفقد معناه، بيقولون لك مفبرك، بيقول لك اشمع، او بيسالك ليش الحين، من هالاسئله اللي لا لها معنى ولا لها طعم ولا رائحه. قطر مثل ما قلت لك تامل ان المشروع للحين ما زال موجود. احنا هذه ما يهمنا. انا اللي ودي هني بس هني في البحرين، انا اللي يعنيني الان ديرتي، وطني، ارضي، بلدي. انا اللي يعنيني هني نظامي وحكمي ودستوري وقانوني، ان هني لا نعطي فرصه ولو لجمره صغيره باقيه ان احنا ما نطفيها ونقطعها من جذورها. بالقانون بالقانون يجب ان يكون هناك استتباب للنظام والامن والقانون واللي بدينا فيه نكمله، ترى ما حد ينفعنا. تصريح تيلرسون اليوم اللي يتكلم عن التعدديه والتسامح الديني ينتقد فيه البحرين، ما ينتقد فيه البحرين. التصريح يبي يرد يحيي الامل حق هالفلول اللي موجوده هني، وحق قطر بعد ان استمري يمد لها الحبل بعد مره ثانيه. احنا هكو نضغط على البحرين ترى. يعني انت ما زلتي الطفل المدلل يا قطر،
أي تسامح ديني؟ أنت الحين شايف إيش قاعد يصير في إيران، في سوريا، وحتى في قطر نفسها بعد. لكن العين تب صار اللي تبي تشوفه وتغض الطرف على اللي يبون ما يشوفونه. طيب أستاذة سوسن، إذا شاهدت الواحد كل مرة يسمع يكتشف شيء طافة في المرة الأولى ومرة الثانية. يعني لاحظت أول شيء يقول لي أريد أشوفك. يعني لا بعد تشوفون وقاعدين، يعني مو بس اتصالات. اثنين لاحظت يقول لا انتم تعرفوننا، معناته المعرفه سابقه، مو بس جات على هالاتصال او لا، في معرفه دائمه. ويقول لا انتم اكيد تثقون فينا، اكيد يثق فيك. رئيس وزراء دوله يكلمه ويقول له بنسق لك مع فلتمان وبرتب لك ويا فلتمان، شلون ما يثق فيك؟ يعني اكثر من كذي تآمر بعد ما اعرف شنو الدليل اللي يعني. ويقول له شنو، انا بضغط عشان ما يدخلون درع الجزيره. ما يدخلون القوة، يعني خلاص واضح. أنا معاك. الإرهاب اللي تسويه زيد منه، زيد الجرعة زيادة، وقال له شو بتسوون، وأنا بمنع درع الجزيرة أنه يدخلون، وأنا بكلم الأمريكان علشان يكون موقفنا واحد ومتنسق. لا والأخ يقول له ترى يعني أنا يعني بالزور أقنعت الشباب لا يعصبون الشباب. والله ما خلى أحد يتمادون لهالدرجة وبهالتطاول يتكلم يعصبون. يعصب، حرقت الديرة خربتها دمرتنا تقول لي يعصبون الشباب؟ والله هذه من طيبنا إحنا كشعب بحريني وكنظام سياسي، حافظنا على هدوءنا وحكمتنا وصبرنا طول هالفترة وفي هالخراب وهالدمار اللي تأمروا. يعني أنا أرفع القبعة على ما يقولون، أرفع العقال. لقيادتنا لشيء واحد، إن تعرف إن في إدارة أمريكية وإيران وقطر، يعني إحكام قيد، لو ما إيمانها بالله سبحانه وتعالى وبإن في عضيد لها هني شعبها أولا. شافت موقف الشعب وياها. ودرع الجزيرة والمملكة العربية السعودية كانت ويانا، والإمارات اللي دخلوا وقفوا ويانا في المحنة، صدقني لا يمكن كانت البحرين تنجو لو ما هذه العناصر اللي ثبتت هذا الوطن هذه قدام مؤامرة بهالحجم، لأن نستهين فيها. نعم. أنت طيب. من داخل البيت عندك خائن. نعم. بنعود أستاذة سوزان، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. هي كلمتك الأخيرة. الكلمة الأخيرة والله اللي أنا أقولها إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح. نعم. والسليم. احنا اخذنا اجراءات بكف اذى جار نالنا منه ما نال لنا طول هالسنوات الماضيه. دول التحالف الرباعي يجب ان تصمد وتواصل مسيرتها وتحفظ امنها وامن شعبها وتحميهم داخليا عبر هذه المقاطعه الى ان الله يهديهم ويستمعون الى صوت العقل. عدا ذلك يجب ان يكون هناك إجراءات لاحقة لهاي الأدلة اللي نملكها إحنا. إحنا ممكن نتحرك دوليا، إحنا عندنا أوراق ضغط كبيرة للحين ما استخدمناها. والأهم من ذي كله إن إحنا مرتاحين، بمعنى إن الضغط عليها هي مو علينا إحنا، يعني إحنا لما نتخذ هذه الإجراءات ما تأثرنا. دول التحالف الرباعي بالعكس ارتحنا، على قولتهم ارتاحت ملائكتنا من عقب الأذى اللي شفناه. الآن حتى الأمن بدأ يستتب في العالم كله، بدأ هناك خطوات تتأثر فيها ليبيا، تتأثر فيها مصر، اليمن، السعودية، البحرين. شفتوا العوامية شلون يعني بدأت المملكة العربية السعودية تأخذ طريقها في تنفيذ القانون وإنفاذه، وإحنا بعد في البحرين. هذا اللي إحنا نلبيه. أنا ما علي أمريكا شو تقول ولا فلان شو يقول ولا علاش، ولا حتى علي إذا قطر استجابت أم لم تستجب. أنا ودي وأنا أبي مجلس التعاون يتم بالستة أعضاء، ولكن إن لم يكن هناك استجابة فلا والله أمني ألزم ما علي. فإحنا نمشي في الطريق اللي إحنا ماشيين عليه، نحافظ على أمننا واستقرارنا، والحمد لله إحنا إخوان وأهل ويا الشعب القطري. ما بيننا وبين أي شيء يكدر الخاطر أبدا، ونتمنى أن حتى اللغة والتعامل يكون مهذب مهما اختلفنا. إحنا إخوان أول وتالي، وأمن البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات اللي جاسة الويل بعد. ومصر نفس الشيء. أهم لما يبقى هذا التحالف متماسك فإحنا بخير إن شاء الله. نعم، شكرا أستاذة سوسن على حضورك معنا بعد.